هلا عزيزي، طالب الدراسات عليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، تخصص لغويات، سكان الرمثة. سمعت عن المنحة من خلال السوشيال ميديا، أول ما شفت لينك لها على الفيسبوك، فأنا حاولت قدر الإمكان لما سمعت عن المنحة أنه أبحث شوي من خلال الصندوق، لأنه كان أحد شروطها صندوق المعونة الوطنية. حاولت أصل لها وفعلا وصلت للشروط، وحسيت أنه الشروط كلها متاحة لإلي، فقدمت والحمد لله كان كل شيء تمام. المنحة مهمة بالنسبة إلي لأنه وصلتني للحلم اللي أنا عم بحاول أصل له. يعني أول إشي دراسة الماجستير كتير مهمة بالنسبة إلي لأنه انقبلت على برنامج الماجستير، وإن شاء الله يعني لأنه أنا طموحي أنه أكمل الدكتوراه وأصل الدكتوراه. المنحة غيرت فيي أنه أصل لطموحي بغض النظر شو ما كان قدامي صعوبات. يعني بعد ما قدمت 3 فصول الحمد لله انقبلت على حساب المنحة. شعور جميل لما انقبلت وسمعت أنه اسمي كان من ضمن المقبولين على حساب الاتحاد الأوروبي، لأنه بالنسبة إلي هي كانت الطريق لحتى توصلني للحلم. طموحي والحلم الوظيفي بعد إكمال الماجستير إنه أكمل PhD وأرجع إن شاء الله لجامعة العلوم والتكنولوجيا كدكتورة. بعد 5 سنين إن شاء الله رح أكون ماشي لساتني بالحلم، عم بكمل الدكتورة، فرح أكون فخورة كثير بحالي لأنه عم بمشي خطوة بخطوة لحتى أصل لحلمي.